خبيزة يا حبيبي. خبيزة؟ والله مش خبيزة. يعتقد هذا الطفل أن كل ما هو أخضر خبيزة، ويريد أن يحصل على وجبة طعام بأية وسيلة. طفل من شمال قطاع غزة دفعته شدة الجوع للجوء إلى ما تجود به الأرض من نباتات، فبدأ رحلة بحث عدمية بتجميع أوراق الشجر ظنا منه أنها خبيزة، لكنه عاد مخذولا بعد أن ملأ كيسه بعشب أخضر. والله ناكل حمصيص قاعد من الجوع، والله ما فطرنا، والله ما فطرنا، قاعد بحين بحالي، والله أنا بحين بحالي لرغيف وبطعم يا أولادي. أباء لا حيلة لهم يخرجون للبحث عن أي شيء يصبرون به أطفالهم الجيع، منهم من يقطع مسافات طويلة في رحلة محفوفة بالمخاطر للبحث عما يصلح للأكل كالخبيزة والسبانخ والسلق. الخبيزة عشبة تنبت على مياه الأمطار، باتت وجبة الغزيين الأساسية في قطاع غزة المحاصر، تفاصيل قاسية يعيشها سكان القطاع. لا يأكلون الطعام المعروف الذي اعتادوا عليه، بعضهم لا يأكل سوى أعشاب تنبت في الشوارع بفعل الأمطار التي هطلت مؤخراً. بعد أن باتت طعامهم الوحيد، شهد ارتفاع ملحوظ على أسعار النباتات التي تنبت من الأرض في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم.